أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا الرياضي أسياد الرياضة. ضيوف حلقة هذا الأسبوع ضيوف مميزين في عالم رياضة رفع الأثقال، هذه الرياضة التي طالما رفعت اسم محافظة نينوى في المحافل الدولية بأبطالها. رحبوا معي أحبتي المشاهدين بالرباع البطل الأولمبي والعالمي عطلة محمد عبد الله. أهلا وسهلا بك كابتن عطلة، والرباع الدولي عادل يحيى قاسم. أهلا وسهلا بك كابتن عادل. إذن ضيوف حلقتنا لهذا الأسبوع ضيوف مثل ما نتحدث دائما نقول من العيار الثقيل، لهم باع طويل وصولات وجولات في عالم رياضة الأثقال في مختلف المحافل الدولية والعربية والعالمية، ورفعوا اسم العراق عاليا في هذه الدول التي شاركوا ضمن المنتخبات الوطنية ممثلين عن العراق في تلك البطولات. كالمعتاد أحبتي المشاهدين، نتعرف على السيرة الذاتية لضيوفنا الأعزاء. نبدأ بالرباع العالمي عطلة محمد عبد الله. هناك جيل من الرياضيين وجيل من الجمهور الموصلي والعراقي يحب أن يتعرف على إنجازات الرباع العالمي عطلة محمد عبد الله، وبداية نبدأ تلك الإنجازات بالسيرة الذاتية للربانة الدولي عطلة محمد عبد الله. وسلم بك كابتن عطلة. عطلة محمد عبد الله، بدايتي في نادي الفتوة سنة 1977، نهاية 77 بديت. أول ما بديت رياضة بناء الأجسام، وبعد 4 أشهر جاء ولد أنا ما كنت أعرفه بصراحة، هو شقيق البطل الدولي شكر محمود اللي معروفه برمي الثقل. شكر محمود اخونه اسمه محمد علي، فالرجل شافني قال لي انت ما تصلح بناء الاجسام، جابني على رياضه رفع الاثقال. هاي الحكي صار سنه 1978. من جيت اول ما تدربت بقاعه نادي الفتوه، بعدين انتقلت قالوا لي انت لازم تروح على مركز الشباب عند جاسم حاجي، مدرب جاسم حاجي. بقيت يم استاذ جاسم من 78 تقريبا 3 أشهر 4 أشهر، رجعت على نادي الفتوه، تعلمت الحركات وطريقه الرفع والستايل. رجعت مسكني المدرب القدير الاستاذ الفاضل بديع ياسين، فهو رجل يعني هو اللي خلى يصير عندي طموح انه انا اصل الى المراكز العالميه. وبدت المرحله. كانت اول مشاركه بطوله العراق للناشئين نفس السنه 1978، احرزت المركز الاول، وبعدها بسنه احرزت المركز الاول هم بطوله العراق للناشئين، وسلسلت بالبطولات وبديت امثل العراق. اول بطوله كانت بطوله العالم مونتريال، سافرت كندا. نعم. احرزت المركز السادس بطوله العالم كندا مونتريال. وبعدين رجعت صرت انا ناشئ بمتسابق ويا المتقدمين يعني. نعم. امثل العراق مع المتقدمين استاذ جاسم. شاركت بالبطولات يعني عدد لك البطولات كلها اللي شاركتها. نعم. كانت بال80 بال81 بطولات العراق احرزت المركز الاول، حطمت الارقام العراقيه للناشئين مال السابقه، الاوزان كلها حطمتها.
بعدين سافرنا الدورة الآسيوية بالهند دلهي، الدورة الآسيوية بال84 سافرنا ليبيا بطولة الدول العربية، أما حرزت المركز الأول مع تحطيم الأرقام القياسية. بال84 بطولة العالم المصغرة بألمانيا للمتقدمين حرزت المركز الخامس عالميا. بعدين صارت بطولة آسيا بالصين 1985 للمتقدمين بمدينة هانزو شمال الصين، أحرزت المركز الأول، كان معانا الأستاذ بديع، أستاذ بديع هو المدرب معي، كان أحرزت 3 أوسمة ذهبية بطولة آسيا. بعدين بطولة آسيا 85، بعدين رجعنا الدورة العربية بالمغرب التي أقيمت بالمغرب، أحرزت المركز الأول وحطمت جميع الأرقام القياسية العربية. جينا على 86، شوف الذاكرة شوية، نعم 86 شاركنا البطولة العربية بسوريا بدمشق، كان ماكو لا علاقات نحن وسوريا، بس الجامعة العربية هي وجهت الدعوة ونحن سافرنا بناء على طلب الجامعة العربية، دخلنا سوريا ماكو أي علاقة أي تمثيل دبلوماسي نحن وسوريا ماكو، فأحرزت المركز الأول بسوريا 86. بعدين رحنا من سوريا ما رجعنا على العراق، طلعنا لبلغاريا معسكر تدريبي، بقينا بلغاريا، رجعنا من بلغاريا الدورة الآسيوية، الآسيوية بسيول 1986، أحرزت وسام ذهبي وسام فضي الدورة الآسيوية، يعني الوحيد بذاك الدورة أنا حرزت الوسام الدورة الآسيوية. بال87 صارت بطولة آسيا باليابان، هذه كانت مفاجأة للعراق، يعني نحن والصين نقطين الفرق، الصين أول العراق ثاني بنقطين الفرق، كوريا إيران الهند الكوريا الشمالية كلها يعني غلبناهم، بس واليابان بقينا نحن والصين نتنافس على نقطين، هذيك يعني خاطرة مثل ما يقول خطرت. رجعنا من اليابان شاركنا بالبطولة العربية بليبيا 87 بنغازي، أما أحرزنا المركز الأول للعراق، كلتنا جبنا وسمة ذهبية للعراق، بس أنا صبت بها هذه البطولة، صبت تركت تقريبا سنة ابتعدت عن التدريب 87، نهاية 87 شهر 12. بال89 بطولة كأس العرب بمصر، بطولة دولية مشارك بها روسيا وبلغاريا يعني كل دول العالم، أحرزت المركز الأول بها 89. بعدين بطولة ثانية نروح على الدورة الآسيوية بال90، كنا نحن 5 نطلع أول الدورة الآسيوية، بس تعرف ذاك بال90 العراق دخل الكويت وعلقوا عضوية العراق وحرمونا من المشاركة، نحن من المطار رجعنا يعني خلونا إن شاء الله، ورجعنا من هاي البطولة. بال91 رحنا على بطولة آسيا باليابان، وصلنا هناك باليابان اتفقوا في وقتها يعني السعودية والكويت وإيران إنه ما يخلون العراق يشارك، ونجحوا بهذا القرار وما شاركنا، يعني وصلنا لليابان وما رجعنا ما شاركنا. بعدين بال92 رحنا شاركنا بطولة آسيا بال92، هاي لازم نشارك بها، لأن إذا ما نشارك بها ما نجيب التأهيل لبرشلونة، لازم أنت عندك تأهيل حتى تسافر الدورة الأولمبية. الحمد لله الله وفقنا وشاركنا، حصلتهم على الوسام الفضي بوقتها هذه، وتأهلنا لبرشلونة بال92، ومن بعدها صارت الأحداث والحصار فابتعدنا عن الرياضة. بعدين رجعت الاتحاد المركزي للانتخابات، فزت الدورتين انتخابية عضو اتحاد، والحمد لله مثلنا العراق بكل شرف وأمانة، وما جبنا سمعة سيئة لبلدنا، لا طلعتنا منشطات ولا سافرنا بدولة طلعنا يعني فشلنا بالرفع، ولا جبنا أي شيء
يعني ما تلوقوا بلدنا. ما شاء الله سيرة ذاتية زاخرة في الإنجازات للرباع العالمي أطلع محمد عبد الله. وانتقل إلى الرباع الدولي عادل يحيى، أيضا حتما لديك يعني مواقف وبطولات وسيرة ذاتية تود أن تتحدث بها للمشاهدين الأعزاء ليتعرفوا أكثر على الكابتن عادل يحيى. أولا نشكر قناة المصرية على إتاحها الجميلة. 1974 بديت ألعب كمايسماني، فأخي عامر كان فرقة الرابعة فقال لي هاي اللعبة كمايسماني ما تفيدك، تعال على أثقال. فجينا على أثقال، قمت لأمارس الأثقال، وأول بطولة صارت بالأثقال بنادي الفتوة مع الناشئين، فزلت بهاي البطولة طلعت أول على الناشئين. فعلى ثرى هذه نقلت على العاب فرقة الرابعة. نعم. فدربت حوالي 6 أشهر صارت بطولة عندنا بالبصرة مع الناشئين مع دون 20. نعم. فاشتركت بهذه البطولة فأحرزت المركز الأول. فبعدين رجعنا قمت بممارسة اللعبة بالثمانين صارت عندنا بطولة العراق للمتقدمين. فمن جاء معانا الله يرحمه الأعظم محمد. نعم. ففدنا على قاعه التامين قال لهم جبت لكم بطل عادل يحيى راح يكلكم يغلبكم. فانا بالنسبه لي ما مصدق نفسي راح اغلب هالمجموعه الكبيره هذه من جماعه بوزني. والله نزلت وفعلا الحمد لله كسرت ارقام بذاك البطوله وطلعت الاول. فمن طلعت الاول ترشحنا على بطوله باكستان الدوليه. نعم. دوله العاب الباكستانيه. والله رحنا غادي على باكستان والفريق العراقي طلع الاول. كان معايا بوقتها حافظ الشاب طلال الحسون منير ما جاء ما قبل جاء منير. نعم. اشهاب فخري فيصل المطلوب الفريق العراقي طلع اول. نعم. صار تنافس معانا مع ايران تنافس ايران. فانا حصلت المركز الثاني. فمن رجعنا ظلينا فترة عم نتمرن وسيد بديع كان بذاك الوقت المدرب سيد بديع. فدربنا ترشحنا على بطولة الدول العربية صارت بسرش. فأنا نزلت بطولة الدول العربية فطلعت المركز الثاني. سجلت أرقام كسرت أرقام منير عبد القادر اللي منير عبد القادر طلع بي اول على اسيا بال 78. انت كسرت رقم. انا كسرت رقم ارقام منير. نعم. انت 138 و 172. نعم. فرجعنا ترشحنا على بطوله بالصين على اساس بطوله بالصين. ورجعونا قالوا انت صار الحرب مع ايران ما راح تسافرون. نعم. قمنا رجعنا. والله قمنا مارس الاثقال بال 1985 بطوله الخليج العربي. نعم. بطوله الخليج العربي صارت بالرياض. فاشترك العراق طلع المركز الاول. فاكو ملاحظه يعني الجمهور يسمعها. فنحن جاء رئيس الوفد السعودي جمعنا سوى عزيمه فألقى كلمة قال لهم نحن العراق أنتم يا عراقيين نحن تعلمنا منكم الرياضة. نعم. لازم نحن أنتم تعلمونا على الرياضة وين أنا أعلمكم على الرياضة. نعم. شوف يعني 1985 هم يريدون السعوديين يتعلمون عندنا الرياضة. نعم. ونحن شلون تأخرنا مع كل الأسف يعني تأخرنا. نعم. وصلنا بهاي. نعم. ف بال 85 بطولة الخليج العربي والله ما بطولة كانت بتركيا يعني شاركت بتركيا. آخر بطولة لك تتذكرها؟ والله كان فريقين الفريق الأول راح على الدولة العربية حتى راح تسافر بها. نعم. والفريق الثاني احنا كنا نبيها على بطولة الخليج العربي. نعم. هي بال 85
واستمرنا لين 88 بعدين استرحنا من العسكرية بطلنا الرياضة. نعم آخر مطاف لك 88. نعم وأرقام عراقية ظلت 3 سنين ما حد كسر إلا ما محمد طاهر بطل الدولي هو كسر الأرقام. كابتن عطى ما شاء الله مسيرتك حافلة وبالإنجازات وتحقيق تحطيم أرقام قياسية، يعني نهاية المطاف أعتقد بال92 قلت الدورة الأولمبية وبعدها بسبب الظروف ترك. اتجهت إلى عالم التدريب أم اتجهت إلى الجانب الإداري بعد ذلك؟ بالنسبة للتدريب أنا ما اتجهت للتدريب، اتجهت للإدارة. رشحت على الاتحاد المركزي ببغداد وفزت الدورتين الاتحاد المركزي. نعم. ومثلت العراق هم على الوفود، يعني مثلت بالمغرب، رحت بالوفد إداري مع الوفد بالمغرب بطولة الدول العربية، ورحت بطولة العالم تشيكوسلوفاكيا آخر شيء اللي كرار محمد جواد طلع أول. نعم. والده كان مدرب وأنا معانه، يعني مشيته بالبطولة الحمد لله الله وفقنا طلع أول على العالم كرار. نعم. ورحت دورة، رحت على انتخابات الاتحاد الآسيوي بطاشقند وأوزبكستان وفاز بها البطل الدولي صالح محمد كاظم، فاز نائب رئيس الاتحاد الآسيوي. انت ما رشحت على سيدي؟ لا ما رش، انا رحت هناك. كان عندك طموح مثلا اثر عضو الاتحاد الاسيوي؟ والله نحن انا رحت هناك كلهم يعرفوني، يعني كلهم، يعني واحد كان عايزولف علي يعني مديور ظهري علي اقول لهم انا طلع الثاني مال عطا الله محمد من العراق. يعني منو هذا؟ منو هذا؟ تعرف منو عايزولف؟ صديق ابو فوق الثقيل الايراني. نعم. فوق الثقيل هذا ابو الفضل انت بسموه. نعم. الفضل صديقه فندار هذا يعني قال له يا يعني معطوه زي تحس انه يعني انت مغبون مثلا على الصعيد الاسيوي من الناحيه الاداريه، كان من المفترض ان تكون عضو بالنظر للانجازات اللي حققتها لقاره اسيا. نعم نحن يعني وجوه بدون كل تواضع، احنا وجوه بكل بساطه. نعم. احنا معروفين، بس احنا الموقع الجغرافي الموصل عن بغداد بعيد، يعني جماعتي مثل تأثر نحن ملتهين بالموصل مثلا على ما تصل بغداد يومين يوم الطريق خصة الفترة الأخيرة. بس أنتم معظم لاعبي المنتخب الأثقال كانوا من الموصل بغداد. نعم نعم، بس اللي قلت لك مثل الكوت صالح زميلي وصديق العمر وزاملني يستاهل هذا البطل، يستاهل هو. نعم. ومصطفى صالح، مصطفى كان يطلع ثاني مالهم ومحمد حسن جلود، هذول أعضاء كلهم أعضاء ومفخرة لنا، يعني مفخرة لنا بصراحة. فأما رشحة ونحن احتراماً لهم وهم متفرغين أكثر من إنا ففازوا. كابتن عطا، هناك سؤال يتبادر إلى الذهن، يعني أكثر الناس يتحدثون بها، ليش رياضة رفع الأثقال تراجعت بالسنوات الأخيرة؟ يعني هل بسبب المنشطات أم بسبب سوء الإدارة أو يعني انت الى ماذا تعزو التراجع في رياضه رفع الاثقال؟ انت تتحدث مثلا بالثمانينات ولحد التسعينات العراق دائما كان الاول يعني على مستوى اسيا حتى في البطولات الاعلى. والله استاذ الظروف المعيشيه اللي بعدت الناس، كان قبل يعني الحياه بسيطه والمدربين يعني قصدك ماكو قاعده لهذه الموصل. والله الموصل
حب له بالأبطال. نعم. بس يجي على النادي، النادي ما عنده امكانيه ينطي راتب. والمدربين زين بالثمانينات يعني بالثمانينات تختلف. دعمنا ايش كان؟ كان نحن كلنا لبسنا بالقادسيه بالحرب. نعم. فصار صراع من اجل البقاء. الى ما تجيب نتيجه يرجعوك على الوحده على الجبهه. يعني هاي بصراحه. نعم. فنحن قمنا نتمرن ونجيب نتائج. لا نرجع مثلا لو الحرب مفخره او انسان يدافع عن بلد، بس نحن موقعنا مثل مره مدير العاب الجيش الله يرحمه ويعفى له اكرم فهمي وزير الدفاع قال له الرياضيين قال له هسه انا انزل لك على شارع السعدون اجيب لك 2000 جندي مقاتل والعراقيين كلهم ابطال ومقاتلين. نعم. بس خلوا انا من اعمل لك رياضي يريد سنين. هذول عمله نادره ما نطيق نعوضهم. فالرجل اقتنع وزير الدفاع الوطني. قالوا تبقوهم بقوهم نادي الجيش. زين بوقتها كان ضغوط مثل ما تفضلت انه الجيش، اما الان بلا ضغوط يعني. يعني قبل يعني ما تحدثت لك عن الفتره الماضيه يعني عندما تم احتلال الموصل والى اخره، حتى قبل سقوط بغداد عام 2003 يعني رياضه رفع الاثقال كانت تعبت وما كانت بالمستوى. ماكو دعم. دعم دعم مادي ما. نعم. اسالك سؤال وجاوبني بصراحه. انت رياضي على مستوى عالمي، ما كانت هناك اغراءات لتجنيسك مثلا من قبل بعض الدول؟ هذه خاص على هذا. انا بكندا يعني تشلب كان عمري ذاك الوقت 19 سنه. نعم. الا تبقى بكندا هم كانوا يساعدون على الهجره وفلوس ورواتب مغريه. هاي وحده. ثاني شيء برشلونه. نعم. برشلونه انا ونزار زميلنا احمد الموصل. نعم نزار. والله العظيم والله العظيم جانا ولد قال انطيكم كل شهر هسه اعملكم لقاء صحفي وشوف العالم كله كل شهر 3000 دولار. طب خويا بال 92 احنا حبنا لمدينتنا وبلدنا مات. واكثر من مره بعد اكثر من هذه بعد صادفتنا. بس زين دول عربيه ايضا حاولوا وياكم؟ جانا واحد مره ايراني. نعم. قال تعالوا هذاك يعني سياسي يجي يستقطبنا. نعم. يعني في سيول اربع ايرانيين انهزموا رباعين. صحيح. طلبوا اللجوء. جول التجاوا بالسفاره العراقيه. نعم. والسفاره العراقيه رتبت لهم الشغله وراحوا عدلوا. هم ارادوا رد اعتبار. اي فاغرونا كثير والله. نعم. اغرونا بس حبنا لبلدنا ما اعطيكنا مثل السمك يعني. ونطلع من الماي ما يعيش. نعم زين على مستوى الانديه في وقتكم ما كان هناك احتراف مثلا تلعب لك بانديه اخرى يعني ما عدا نادي الفتوى اعتقد انتم كنتم لعبت. لا انا بنادي الامانه كنت بعدين. بعدين نادي الامانه. بنادي الامانه. نعم. حتى عينوني بنادي الامانه. نعم. كان راتب موظف قليل فما رحت علي هسه جماعتي ياخذون راتب عادي كل شهر. نادي الامانه محمد طاهر صالح جماعتي هذول الابطال ياخذون. زين اعلى تكريم حصلت عليه بعد هالبطولات يعني التكريم اللي حصلت عليه من قبل مثلا الحكومات المتعاقبه كرموك انت كريم. واحد هذا امانه للتاريخ يعني واحد يعني احنا بال 85 الوفد العراقي القدم والاثقال حرزنا المركز الاول ذاك الوقت يعني رئيس الدوله كان كرمونا خش في الوفد. نعم. كرمونا يعني اتذكر بوقتها كل من جاب وسام ذهب ياخذ سياره تكريم. نعم. واكثر تقريبا 3 مرات انا رئيس النظام يعني السابق الرئيس الراحل كرمني يعني الرجل كرمني. نعم. والمحافظ كان عبد الجواد ذنون هم انا ونزار كرامنا قطع اراضي.
ننتقل بالحديث للرباع عادل يحيى. كابتن عادل، انت ايضا لك يعني مسيره حافله مع المنتخب الوطني. نعم. يعني يتحدث لنا كيف تم استدعاك للمنتخب الوطني، ومن قبل من، ومن خلال اي بطوله انت برزت واستدعوك للمنتخب الوطني؟ 1980 صارت بطوله العراق المتقدمين. نعم. ببغداد، فنزلت طلعت الاول وسجلت بوقتها ارقام يعني، فكان من ذاك الوقت استدعوني للمنتخب الوطني، فصارت البطوله مع بطوله يعني. منو اللي كان مدرب وقتها؟ ان الله يذكره بالخير الاستاذ مديح. نعم. مديح ياسين كان مدرب منتخب الوطني. كان مديح. نعم. مديح مديح هو اللي مثل اللي فضل علينا كثير. نعم. مديح. فعلى ثرى هاي البطوله صارت بطوله الدول العربيه باربيل. نعم. وسجلت ارقام وطلعت ثاني مع الرأي الفتوني. فعلى ثرى هذه صارت بطولة أولمبياد موسكو، رادوا من عندي 140-180 أترشح على أولمبياد موسكو، فما جبت البداية، جبت سويت 75-140، فظل لي 5 كيلوات حتى أترشح على بطولة أولمبياد موسكو، ما ترشحت ما رحت ما طبعا أنا كلها موجود بجرائد وهسه موجودة كلها يعني. أيضا يعني أحب أن أسألك يعني بعد انتهاء مسيرتك كرباع مثلا كلاعب، اتجهت الى مثلا جانب اخر عالم التدريب؟ والله هي لحظة كان وقتها مدعى عزيز رئيس الاتحاد مال القوة البدنية. نعم. استدعاني عمود تدريب مال العاب القوة البدنية. نعم. فظليت عنده يمكن 4 سنين دربت يعني؟ دربت ايه. نعم. كان بعدين يعني طلعت كان عن قاعة محمد طه. نعم. قاعة الجامعة وقتها. لعبت الأندية مثلاً مع هذا، أي نادي كنت بنادي الفتوة وقتها أنت؟ هو كان مع المنتخب مع المحافظة. لا لا، أنت كنت بنادي الفتوة؟ نادي الموصل. نادي الموصل كنت، يعني لعبت الغير أندية مع نادي الموصل؟ لا، نادي الجيش. نادي الجيش ببغداد. نادي الجيش ببغداد يعني فترة طويلة بنادي الجيش. حققت إنجازات مع نادي الجيش. بس سبحان الله حظ ما وفقني، جات حرب إيران و... نعم. وترقيات عسكرية ويومية محافظة. زين كابتن، ايضا سؤال يعني طرحته على الكابتن عطا حول يعني المحاولات اللي كانت تحدث اثناء البطولات للرباعين العراقيين من اجل تجنيسه، من اجل اغراءات قدموها لهم، يعني ايضا قدموا لك اغراءات. والله 1985 نعم. احنا على بطوله الخليج العربي. نعم. فالفريق مال السعوديه. نعم. فجاء علي وعلى جمال فيصل. نعم. لان انا وجمال فيصل سافرنا على بطوله دول الخليج العربي، فجاء جمال علينا، وكان وقتها مدرب مال مصر، نسيت اسمه والله ما اذكر، فكان هناك يدرب. نعم. قال اذا تريدون تبقون معنا نسويكم مدربين او لاعبين، او لاعبين او مدربين. نعم. فما رفضنا الشرق، البلد يصير عزيز علينا. ايش اكيد اكيد، يعني هذا من حكم بلدكم. سؤال ايضا طرحته على الكابتن عطا، اريد اسمع يعني وجهه نظرك حول هذا الموضوع، ليش رياضه رفع الاثقال بدات تتراجع؟ هل لاسباب ماديه ام عدم وجود قاعده رياضيه ام دخول المنشطات لهذا الموضوع؟ والله اخي احكي لك شيء، انا ابني اشرف جبتونه على الاثقال. نعم. والاستاذ هاشم غزال ومؤيد فاضل واستاذ بديع كلهم جوا علي قالوا لي ليش هذا ابنك ما جبته على اثقال؟ انا جبتونه على اثقال دربتونه، فمن جاء على اثقال انصدم. ليش انصدم؟ هذا المدرب يقول له روح خذ لك فلان منشط، هذا يقول له فلان منشط، هذا والشراي ماديه ماكو فلوس. نعم. تشتغل مثلا منشط بعد كذا مبلغ. ليش انتوا وقتكم بلا منشطات كنتوا تحققون انجازات، ليه هسه الا منشطات يعني؟ يعني هي منشطات تكميليه لو هي منشطات ممنوعه؟ تكميليه وممنوعه يستخدموها. ما يستخدموها. يعني مثل عندنا اخر شيء قام يعمل 240 ل 240 شن قوته؟ نعم. انما منشط يعمل يعمل. نعم. يعني هاي الاسباب هي ماديه ومنشطات وتراجع. اصلا جماعه من الموصل انها يفتوها قبل ما جاء داعش. نعم. قاعد نادي الفتوى.
مفتوح يعمل 180 يجي لاخر ما هذا شيء 180 انت هذا يعمل 180 او هذا شو بيفصل افلام ببغداد عمل ازيد منك ب 20 كيلو افلام بالكوت عمل ازيد منك ب 40 كيلو هذا ما اصلا يصير عنده حبار. نعم الحديث ممتع أحبتي المشاهدين مع ضيوفنا الأعزاء بعد ما تحدثنا عن سيرتهم الذاتية وغصنا في أعماق هذه السيرة الحافلة بالإنجازات ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا بعد الفاصل. أرحب بكم مرة أخرى أحبتي المشاهدين وبرنامجنا الرياضي أسياد الرياضة وضيوفنا الأعزاء أسياد رفع الأثقال الكابتن عطا طلة محمد والكابتن عادل يحيى. نتحدث الآن عن فقرة أخرى من فقرات برنامجنا اللي هي فقرة كيف ننهض بالرياضة الموصلية في مرحلة ما بعد تنظيم داعش الإرهابي الذي دمر كل شيء في هذا البلد ومنها المنشآت الرياضية في محافظة نينوى وأيضا نفسية الرياضي في هذه المحافظة. لضيوفنا الأعزاء أكيد أفكار وطروحات ومقترحات حول هذا الموضوع لنتناقش حول هذا الموضوع المهم. نبدأ حديثنا مع الكابتن عطا. كابتن عطا يعني داعش دمر كل شيء مثل ما تعرفون لا يخفى على الجميع. كيف ننهض بالرياضة مرة أخرى خاصة رياضة رفع الأثقال بالذات وأكيد لديك طروحات وأفكار ولديك وجهة نظر في هذا الموضوع. الموصل تعرف هي كلها تدمرت ومن ضمنها قاعات رفع الأثقال ونحن كبداية أولى لازم نهيئ قاعات نبني قاعات. نعم. وبعدين عندنا مدربين أكفاء يعني بالموصل مشهورين مثل الأستاذ بديع جاسم حاجي مؤيد فاضل فخري احمد عبد الستار ونريد من يعني المدربين انه الرباعين لا يستعجلوا عليهم وما نريد يعني مثل المنشطات لان هاي المنشطات افه انا اهم شيء صحه الانسان. نعم. فيبداون معاهم يعني بطريقه علميه بعيده عن المنشطات خلي نتاخر لنا سنه ما مشكله لا يطلع عندنا منشطات لا نسيء سمعة بلدنا وتمشي إن شاء الله الموصل المليانة بالأبطال إن شاء الله مثل ما يعني أنتم كخبراء موجودين ما شاء الله أبطال دوليين موجودين في محافظة نينوى يعني مو من المفترض أن تشكلوا لكم مثلا لجنة لإعادة يعني أو دراسة تقدمون دراسة لإعادة رياضة رفع الأثقال مرة أخرى إلى الواجهة بعد تحرير الموصل من خلال تشكيل لجنة من قبلكم أنتم لكم علاقات شخصية مع الاتحاد المركزي وأيضا في بغداد لديكم علاقات كثيرة هل من الممكن أن تقدمون هكذا مقترحات وتذهبون إلى بغداد لدعم هذه الرياضة والعودة برياضة رفع الأثقال مرة أخرى؟ والله بصراحة إخواننا بالعاصمة الحبيبة بغداد ما مخلين نحصل. نعم. يعني من رئيس الاتحاد تحية من هالبرنامج الأستاذ محمد كاظم اللي كان يتابعنا وحتى يبكي بالتلفون. نعم. هذا أبو علي الوردة يعني ما خلى قصور دعمنا ماديا ومعنويا والمحتاج يعني بس يقول إشارة منه. نعم. لو من جبر خاص الجماعة إيه. فالرجل ما مخلى قصور محمد كاظم رئيس الاتحاد هو أعضاء الاتحاد المعانو صالح محمد كاظم نائب رئيس الاتحاد ما مخلينا نصور وهسه شكلوا يعني بالموصل مدرسه عندنا. نعم. شكلوها إيه. نعم. شكلوها برئاسه استاذ بديع ياسين ومؤيد فاضل وفخري احمد وعبد الستار يعني ثلاث مدربين استاذ بديع مشرف عليهم مدرسه يعني بدأوا التدريبات اي هسه بدت نادي المستقبل مشكور نادي المستقبل هيئه المقاعه اكيد. نعم. شكرا والهيئة الإدارية نشكرهم من هذا المستقبل يعني والله بصراحة بغداد ما خلى قصور يعني أشرف يعني الدعم موجود من بغداد دعم موجود ويعني اتحادنا مميز يعني هسه أنتم على استعداد للمشاركة في البطولات هسه بشهر العاشر راح تصير البطولة هاي مال الأشبال. نعم. هي مال الصغار هي المدرسة هي أكو هسه جماعة يدربون. نعم. بدأت فما هاي القاعة ما تكفي فنحن نريد يعني نطمح بس هذا الموجود هسه
حدود الامكانيتنا هسه نحن طالعين من حرب. نعم. فان شاء الله المستقبل. يعني انتم مستعدين تسخرون كل امكانياتكم وخبرتكم في سبيل ابد لا المدربين يخلون قصور ما لنا ولا نعم. الاتحاد المركزي بصراحه. نعم. بس عتبي على المحافظه. هسه وسابقا المحافظه بالموصل ما تدعم نعم. ما تدعم الرياضه ما دعمت لا السابق ولا الحالي. نعم. هذا اعتبر. خلنا ناخذ وجهه نظر الكابتن عادل يحيى. كابتن عادل اكيد ايضا لك وجهه نظر حول مرحله ما بعد تنظيم داعش الارهابي اللي دمر كل شيء. يعني وجهه نظرك ومقترحك شلون احنا نعيد الرياضه للواجهه مره اخرى، لان بالرياضه من الممكن انه يعني نوصل رساله للاخرين انه الرياضه موجوده وان اهل الموصل لا زالوا موجودين برجالاتهم بأبطالهم برياضيهم في هذا العراق الحبيب الواحد الموحد. أقول أنا إن شاء الله يرجع كل شيء على الموصل إن شاء الله تكون أحسن من كانت قبل. نعم. بعلمة والدكاترة والأطباء والعلماء والمهندسين كله ترجع إن شاء الله من ضمن الرياضة إن شاء الله. لأن أنا البارحة كنت مع أستاذ فخري جون اثنين شباب قالوا أستاذ فخري ايش وقت نجي نتمرن؟ فطعام موعد خلهم ما اعرف الساعه 5 العصر تجون تتدربون. نعم. فسالت نادي المستقبل. نادي المستقبل، فسالت استاذ فخري قال لا ان شاء الله يجون شباب كثير حيتمرنون عندي. نعم جيد. حيجون يعني حيجون يعني ناس هي محافظه الموصل هي اساس الاثقال نعم. العراق كله. اللي هم يشهدون المحافظات باقي المحافظات كلهم يشهدون الموصل هي اللي اسست الاثقال فان شاء الله ترجع. نعم يعني اذا شيء مفرح انه ان شاء الله هناك حراك بس عشان يريد دعم. نعم. دعم يعني الشاب يجي يريد دعم يريد مثلا يجي مثلا من اخر مكان يريد مثلا نقل يريد نعم. دعم يريد تغذيه يريد نعم خاصة اللي مثلا يعني انت تشاهد مثلا بامكانيه هذه الامكانيه لازم احنا ندعمها حتى تمام. يعني من الممكن ان خلينا نشارك بطولات وايضا نصنع لنا فريق تمام. جيد منتخب محافظه يشارك البطولات المقبله فهي ستاكل ان شاء الله نعم اكو ان شاء الله عيجوم ان شاء الله امان بالله نادي المستقبل ومشكور طبعا نادي المستقبل على هذا الشيء يقدمه للرياض رفع الثقال زين ما من المفترض مفترض انه بقيه الانديه ايضا المفروض ايضا يستقطبون اللاعبين حتى يكون هناك منافسه بيناتهم وفي ظل هالمنافسه احنا نختار ان المنتخب جيد. البيحه جماعه كان عبر على ذاك الجنب بعد الفتوه يقول ما في شيء يعني نعم حتى يلعبون بسله يلعبون بطائره نعم جيد نادي الفتوه والقاعه الاثقال ما في شيء يعني الحمد لله والشكر. فاذا رجع ذاك الجنب هم حسن قاعدة كبيرة بذاك الجنب. نعم ومن الممكن المنافسة هي اللي تخلق الأبطال. أيوة. نعم. أيوة. نعم. ننتقل أحبتي المشاهدين إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا بعد الفاصل. عودة جديدة لكم أحبتي المشاهدين وبرنامجنا الرياضي أسياد الرياضة. هذه فقرة مخصصة للرواد وفاء من أهل الرياضة ومن أسرة البرنامج للرواد اللي خدموا رياضة رفع الأثقال لابد لنا من أن نذكر مواقفهم ونذكر دورهم في إنشاء أو نشر رياضة رفع الأثقال في مدينة الموصل أو محافظة نينوى. نتحدث بداية مع الكابتن عطاء، كابتن عطاء تحدث لنا عن هذا الموضوع موضوع الرواد اللي لهم دور كبير في اكتشاف الكابتن عطاء واكتشاف الكابتن عادل واكتشاف الكثيرين من رواد او رباهين رفع الاثقال اللي رفعوا اسم العراق عاليا في المحافل الدولية. مثلك الأعلى أيضاً من كان في رياضة رفع الأثقال بالإضافة إلى الرواد اللي باقين بذاكرتك ولا بد لنا من ذكره. أنا أتكلم لك على اللي أسس وصاحب الفضل الأول اللي بالموصل أسس رياضة رفع الأثقال هو المرحوم ياسين محمد أبو طاهر. نعم الله مشهور كان أبو طاهر عنده جراج أهل الموصل القدامى يعرفوه.
هذا الرجل هو اللي أسس وجاب حديد، شوف الشركان ناس عظماء، جاب حديد استورد على حسابه الخاص. ومرة استدعى فريق أمريكي جاء من أمريكا على الموصل، عمل لقاء بينه وبين الربعين اللي دربهم أبو طه. وهذا الحديث تحدث به كاتب أستاذ مثري العاني، هيحكي عن الموصل شلون كانت، إنه فريق أمريكي يجي على الموصل، رجل يستدعينه هذا الرجل، بجهود شخصي، إيه بجهوده وضيافته الرجل استدعى الفريق الأمريكي، وكان معاهم بطل عالمي يمكن أديسن اسمه، ما يحضرني اسمه بالضبط، أديسن يعني، حتى أستاذ مثري العاني ذكره لايف تاريخ الموصل الرجل. فأبو طه صاحب الفضل الكبير على المهم، رجل كان صاحب أخلاق عالية، أنا لحقته آخر يوم. يعني أول قبل ما يعلمك أنه ترفع الأثقال يعلمك على الأخلاق والأدب والاحترام، يعني كان قبل رياضة الأثقال على أساس جعنكي ويتكون. فأبو طه رجل يعني مو تربوي، مو موضوع قوة، تربوي رجل تربوي قبل ما يعلمك على الرياضة. الله يرحمه أبو طه. فهذا الرجل وولاده اللي مثلوا العراق هم بدر ياسين، ولاد أبو طه وزيد ياسين، الخلوقين رحمة الله على روح بدر ياسين من هالمكان، الله يرحمك يا أبو أحمد، هم رجل هو تعب معاه ودربني، وأبو طه وزيد ياسين كنا بنادي الفتوة قبل ما نتمرن محاضرة دينية، دينية ما متشددة، دينية تحب الناس كلها، تحب شوية تتعامل، شلون تصلي، شلون تذكر الله. مال هذا الرجل الله يوفقه، الله يوفقك يا زيد، تعلمنا منه الاخلاق والتربيه الدينيه. ولا تسالني علي لهم تعب علي، اول واحد بديع ياسين اخونا، وديع ياسين امنه وتعالى، وديع ايضا المرحوم بدر ياسين، المرحوم رحمه الله على روح سالم الصراف ابو سمير كان الله يستحقنا رحمه الله عليه روح. جاسم حاجي انا اخاف يعني لا انسى واحد منهم، لا انكر، ابو زيدان بالجيش كان مدرب بالجيش، غانم اسمه ابو زيدان مشهور يدرب مصارعه ويدرب رفع اثقال، طه عمو سليمان ضابط الالعاب الفرقه، محمد عربه الرجل انا، ومثلي الاعلى، مثلي الاعلى بهم هاشم غزال، حاج هاشم غزال أب روحي، بلسم الجرح كل رياضي، ما بس الربع، ما يروح علينا أي إنسان يرجع ولا يقول الواحد لا، ويركض بالخير بالشر، إنسان يتمرض، إنسان يحتاج، هاشم غزال تشوفوه ولا ما بس هوني ببغداد، وصاحب الفضل علي ببغداد أستاذ موسى هادي، تحية وألف تحية من هذا البرنامج الأستاذ موسى أبو شيماء. يعني ناس كثيرين والله. خلينا نشوف ذاكرة كابتن عادل يحيى، أيضا أكيد في ذاكرتك هناك الكثيرين من الرواد، يعني لابد لنا أن نذكرهم اليوم في حلقة البرنامج. الله أتذكر الله يرحمه سالم الصراف أبو سمير، نعم، اللي هو فضل كبير علينا. مرة بطولة مال بطولة العراق سجلت رقم رأسا شال ساعته ونطانية، راسا طاني شلح ساعته وطاني الساعه، شوف ايش الرجل الطيب يعني. والله يرحمه هاشم محمد كان هو مدربنا بالجيش ويعالجنا هم فقط، يعني يعالجنا يعني هاشم محمد الله يرحمه، يعني اصابه نتبه كل هو الشقيق عاصم الشلبي يا دكتور عنده هاشم محمد يدينا علاجات الله يرحمه. والله كثير يعني جماعتنا تتذكر بعد يعني. الله يرحمه بدر ياسين، بدر ياسين الله سافر الله يرحمه، بدر ياسين سافر على بغداد، احنا ما نروح على مدايش ومتمروات، اخذ اسامينا قبل ما طلعت الاسامي، نحن راح على بغداد وصرف من عنده ورجع ونحن ما نعرف. والله يرحمه طارق الحلبي، طارق الحلبي كان كل ما يسعدنا مناسبات كان يعزمنا عنده بالبيت، نعم، يعزمنا على حساب الخاص، يعزمنا ونحن هو ينقل ممنوع من عندنا، ما نحن ننقل ممنوع من عندنا، طارق الحلبي الله يرحمه، كان عينه يعني عينه بشكل مفتوح كان للكل، يعني هذه بزواجي بزواج
أصدقائي كلهم وقفات أكيد. الله يرحمه طالع. نعم. وأخوي عامر كان هم رباع كان وقتها بالفرقة الرابعة. نعم. وجماعتنا كلهم يعني القدامى خدموا الرياضة. تحياتنا لهم كلهم الطيب الله يذكره بالخير والمتوفي وديع سعد وديع. سؤال أخير قبل ما نختم البرنامج، انطتك رياضة رفع الأثقال وشخذت من عندك؟ والله طاعتني الكثير. ليش؟ عرفتني عن حب الناس. أسا أنا ماكو محافظة بالعراق أروح بها عندي بيت أو بيتين. نعم. أصدقائي مثل بلكوت محمد طاهر محمد جواد وصالح، ببغداد عبد الكريم كاظم محمد كاظم موسى هادي صباح زبون خضير بالكوت بالسماوة بالحلة ما يعني بأي كردستان أربيل ودهوك عرفتني على الناس واللي أخذت مني أنا أخذت مني يعني كنا نتمرن التاركين كل شيء بين أربع جدران في سبيل نمثل بلدنا بس يعني هاي أخذت يعني شبابنا زهر شبابنا قضينا له بخدمة بلدنا. نعم. وهذا ما منا علينا هذا بلدنا هذا واجب هذا واجب. نعم. السؤال موجه ايضا للكابتن عادل، يعني شنو اللي استفاديتها من رياضة رفع الاثقال وشنو اللي باعتقادك انه يعني اخذت من عندك يعني اشياء تخص حياتك الشخصيه؟ والله الرياضة رفع الاثقال عرفتنا على ناس طيبين ويعني من اموت ما تعوض واخر شيء انت حضرتك تعرفنا عليك الله يحفظك سلمك في الشرف ان تعرف اي والله. نعم. يعني طيبين ناس مساكين رفع الاثقال. يعني مره كنا نروح على الشطر على الرشيديه كان يجون الله يذكره ويذكر خير صايل عبدلي الله يرحمه نزار يقول اسامه السراب في ضمن المسؤولين مال المحافظه كان يقولون مثل هكذا عائله الاثقال كان يسمون عائله عائله الاثقال مسجمين يعني مسجمين واحد يحب الاخ وواحد يساعد الاخ. اثرت على حياتك الشخصيه رفع الاثقال؟ لا الحمد لله بالعكس يعني مشاهدينا الأعزاء قبل ختام برنامجنا لهذا الأسبوع لا يسعني أتقدم بالشكر الجزيل إلى الرباع الدولي الأولمبي العالمي عطلة محمد عبد الله شكرا جزيلا لك وأيضا إلى الرباع الدولي عادل يحيى قاسم شكرا جزيلا لك وأيضا أتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة نادي المستقبل المشرق الرياضي لتعاونهم معنا في تصوير هذه الحلقة. نلتقيكم في حلقة أخرى إلى اللقاء.